علشان كده يا سيادنا انا كلمتكم في الجزء اللي فات من الحلقة بكل امانة، ولما انفعلت ما انا بقى كل شوية بقعد اكرر الكلام. لما اتخنقت انا نفسي بزهق من تكرار الكلام، انفعلت علشان انا اعلم ان نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء هي محل متابعة دقيقة من أجهزة مخابرات في العالم تتخطى 9 أجهزة مخابرات. أكتر من 9 أجهزة مخابرات. فبالعقل النظيف كده لما يبقى في أجهزة مخابرات دول بتراقب الاستفتاء بتاعك بهذه الدقة، فأنت في معركة شرسة لا تراها، لا تراها، حضرتك مش شايف دلوقتي، هتشوفها امتى؟ هتشوفها قدام عينيك وتسمعها بودانك وتتفرج عليها امتى؟ بعد العيد صغير. حضراتكم سمعتوني بقول الكلام ده بقالي داخل على 6 حلقات دلوقتي او 7 حلقات مركز، يعني بدام ركزت لازم تخاف. انا بقول لكم بدام ركزت لازم تخافوا، مش هتخافوا علشان انا مركز، انتوا حريين. ما كل واحد بيقول لك ايه، ما حك ظفرك مثل جلدك، ولا ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى انت ايه جميع امر. بس اكتر يا عز مش 9 اجهزة، دول اكتر من 9 اجهزة، اكتر من 9 اجهزة مخابرات في العالم بيتابعوا بدقة شديدة جدا هذا الاستفتاء الدستوري ودرجة المشاركة. يعني ايه درجة المشاركة؟ يعني الاعداد اللي هتنزل تدلي بصوتها في الانتخابات.